بنتكلم عن الزراعه، لان الزراعه بتستهلك 75% تقريبا من المياه اللي بتصلنا. ايه تفكيركم في الري بالنسبه للزراعه، تحديث اساليب الري؟ كل ما بنسمع مثلا عن توشكا او عن استصلاح مئات الفدادين او ملايين الفدادين الجديده، بنقول طب وهنجيب المياه منين؟ بنتكلم في المشروعات الجديدة في معظم الحالات بنتكلم على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي. احنا بنعيد استخدام النهاردة 21 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي، ده رقم غير مسبوق، مش موجود في أفريقيا الرقم ده، مش موجود في الميدل إيست حد بيعيد استخدام كميات ضخمة بالمليارات. 21 مليار، متوقع أن الرقم ده في السنوات الجاية يزداد بشكل كبير جدا. اعتمادنا في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي هو اعتماد أساسي للمشروعات المستقبلية، بالإضافة لأن كل التكنولوجيا اللي بيتم استخدامها في مشروعات الاستصلاح كلها تكنولوجيا حديثة، يا إما البيفوت يا إما ري بالتنقيط يا إما ري بالرش، فكلها تكنولوجيا حديثة. ما عندناش في المشروعات الجديدة أي نوع من أنواع الري السطحي. كم ألف فدان بتستهدف الوزارة أو الدولة تحويلها إلى الري الحديث؟ يعني هل كل الزراعة في مصر دلوقتي تحولت للري الحديث، ولا لسه في مزارعين بيشتغلوا بالغمر وغيره؟ يمكن احنا في الفترة القصيرة السابقة حطينا استراتيجية لموضوع التحول للري الحديث. الاستراتيجية دي لها ثلاث أولويات، هقولهم بالترتيب. الأولوية الأولى أي منطقة تربة رملية صفراء استصلاح لا بديل عن الري الحديث، مفيش أي نقاش، وفي غرامات وفي قانون بيتطبق وفي غرامات تبديد مية، ومتوقع أن الغرامات تبقى قاسية جدا في الفترة القادمة لأي حد، لأن ده مخالف للقانون الحقيقة. فده يمكن بنتكلم هنا على مليون فدان. المليون فدان طبعا بالفعل اللي باقي منه مش كتير، لأن فعلا تم تحويل جزء كبير منه لري حديث. بنتكلم على زراعات القصب في جنوب مصر ان هي تتحول للري الحديث، وهنا احنا بنقول دايما بنراعي المزارع. القصة مش قصة ان انا اوفر مية واثر على المزارع، لا، انا بوفر مية وفي نفس الوقت بزود الانتاجية، لان الابحاث بتقول ان بعض انواع الشتلات القصب مع الري بالتنقيط بتدي انتاجية اكتر من الري السطحي مع الشتلات القديمة. فاحنا بنعمل وين وين، بنعمل تعاون مع الفلاح، واقتنعوا جدا الناس في الصعيد الحقيقة. وعندنا الوحدة الخاصة بالتوعية المائية والتوجيه المائي، بتقعد مع المزارعين وتعمل لهم زي وركشوب او مجموعة عمل، ويقعدوا يتكلموا او ورشة عمل وتنصحهم. وفعلا يمكن معظم الفلاحين اللي وصلنا لهم حتى الان بيوقع معانا زي بروتوكول، بناخد قرض من البنك، وده طبعا بدعم من الدولة بدون فوائد، بندي الفلاح يتحول للري الحديث ويدفع على 10 سنوات الأقساط. وده دي الأولوية الثانية. الأولوية الثالثة للبساتين وزراعة الأشجار. مفيش منطق بيقول ان انا لو عندي عدد من الأشجار ان انا اغرق الأرض او اروي ري سطحي، لازم ده كله يتحول الى ري بالتنقيط. طب ده في الصعيد، دخلته على الدلتا ولا لسه؟ ولا الدلتا هي لازم التعامل معها بحذر شوية غير الصعيد. الدلتا عندنا فنيا وعلميا ان الجزء الشمالي في الدلتا لابد من استمرار الري السطحي فيه، لان اولا الاراضي فيها نسبة ملوحة عالية، فلابد من غسيل التربة من وقت للتاني. ثانيا لو ما رويناش بالري السطحي هيحصل تداخل ما بين مية البحر والمية الجوفية، وخصوصا مع ارتفاع منسوب سطح البحر. ففي وجهة نظر فنية علمية ان في شريحة في الشمال الدلتا لابد ان تبقى ري سطحي. الأرز دايما محصول عارفينه انه هو دايما عايز مية كتير، ومية كتير بالغمر. هل هنقلل كميات زراعة الأرز ولا بتفكروا ازاي؟ احنا لينا مساحات محددة للأرز في الشمال زي ما قلت لحضرتك، لان احنا هنا في منفعة للفلاح وفي نفس الوقت منفعة لمستقبل المية الجوفية في مصر وحماية من ارتفاع سطح البحر. وبالتالي بنقول زراعة الأرز بتكون في الستريب او الشريحة في الشمال، وبنمنع الرز كده كده في الأماكن الأخرى في الجنوب.